ما يبغى ياخذ النظارة. شريته ما برضى تطلع الشمس. السلام عليكم، اهلين فيكم في جديد. كالعادة صرنا فاضيين ومشتهين ناكل ونروح. رايحين بيلينغز ساعتين عشان ناكل مطعم الهندي ونرجع. خليكم معانا. السلام عليكم. هلا هلا عبد الله معانا. يلا حي. شو اخبار شلونك؟ كلمت عبود. ها؟ كلمت عبود. ما يرد. شو اخبارك عبد الله؟ البشرك الحمد لله. اخبارك؟ رايح معانا بيلينغز ان شاء الله. تدلها؟ والله يعني في لوحات في جوجل ماب ما يضيع احد ان شاء الله. اني فرحان اول مره اسافر معاك. الله يسلمك. تعتبر سفر ولا ما تعتبر سفر؟ ان شاء الله ساعتين سفر. سفر يعني ان شاء الله. كيف تحدد السفره؟ كم يعني الوقت؟ والله ما اعترف انه سفر، هذا سفر ان شاء الله. ما تجمع تقصر فيه انت. سفر. هلا عبد الله. ايه بنروح بيلينغز، انتظرك يم الشقه عندي. يلا عجل ان شاء الله. يلا. ايش فيكم؟ ها؟ انتظر يجيب من الحكم على طول. يلا. تغيرت الخطه، عبد الله الشطي جاي الحين فبروح معاه السياره، هم مشوا الحين الشباب متجهين لبيلينغز. انتظر عبد الله يجي وبركب معاه ونتجه لبيلينغز كله. يلا اخيرا جاء عبد الله، طبعا الساعه الحين 5 وانا مع عبد الله ماكلين قبل 27 ساعه. حول. امس الظهر الساعه 12 تقريبا. عبد الله جاي، انا جاي شوي بس انا عبد الله انه رايح روسيه عنده دق ماسك عليه كذا انه يركب خيول ففلس ما في طاقه خلص. من الساعه كم احمد؟ من الساعه 8 الصبح رايح الين الساعه 5 العصر. رايح راكب في روسيه فوق الحصن ومو بماكل من امس، فجاع والشقه ما عندنا شيء. ومن هناك قاعد ياكلون خنزير، مش ياكلون، ما اقدر اكل، توهقت. المهم انه الحين جاي هو ما عندي بالشقه الا جريب فروت، فبياكل جريب فروت الحين. نشوف شن طعمها. تمشي شيء احسن من اللي الشباب متوجهين هنا. خليفه وعبد الله وعصام قال لهم يمكن ساعه ونص يوصلون، بس كلمني خليفه قال لي قال نتمشى الحين ننتظركم فيمكن نلحق عليهم. شو رايك في قبورهم؟ منسقين والله. قبور ناس راقية يا اخوي. شلون؟ في هذا الابيض وفي هذا غير. مرتبينهم ايه؟ شوف هذا بس وردة حاطين، يعني ما حاطين شيء. يلا الحمد لله على السلامة عبد الله. الله يسلمك. عبد الله جاي عبد الله ولا؟ والله انت تقدر تقول اخوي. عادي نكمل 30 ساعة ما ناكل. يا عمي الصيام ما صار. شوف خليفة من متى واصل بسيرته. So total 3 برياني؟ Yeah. 3 برياني. صلى عمره 22 اتمنى والله. اتمنى. كم وصل عمرك؟ أنا مواليد الفي. مع الفي طلعت. لا تسي. مع عزازي. ها؟ لا عزازي ما نعرف ما نعرف. وش ال؟ بعد صور بيت. ليش؟ خليه يقول الصالح. علمني. علم شنو؟ كل أنا أعرف إنها تطلع من اليسار ما تطلع من اليمين. صح. ليش الفرق؟ احترام من الخير. لا مو اي احترام. انت دليت تطلع من اليسار. ما لا اليسار لانه اول خيول اول يعني هذه السالفه. طيب بس لحن الناس تسويها يعني مديك يطلع من اليمين بس لانه اول كانوا يحطون سيوفهم فما يبي يطق. ما
يطلع وصوب. إنزين لا صار هو يستخدم السيف باليد اليسار. قاعدة لها شوال. إيه. بس قليلا ما. يعني مو شرط إنك تسوي شوال. طيب متى تعلمني إن شاء الله؟ علمك. إيه. أنت علم أول شيء كيف يسوق. سوق شو؟ أوكي. لها رخصة. إن شاء الله أخوي. متى ما تدري؟ خلاص بكرة الساعة 5 ألقاك في الاسطول وجيب خيرين معك. جيب سيسي وهذا لي. سيسي صغير بوني عندك الساعة 5 ناصر. صدقت من قبل 3 أسابيع موعدة نروح الحلاق من 3 أسابيع. إيه؟ انت يعني الوعد اللي بينك وبينه بعد شهرين كذا ان شاء الله يطول لانه ما بعد يطبق حقي قبل الاسبوع. ايش في مدرب معاك ولا انت لحالك ولا ايش؟ لا مدرب هو اللي يعلمك. في اسعافات اوليه في كل شيء. يحط لك كلمه يا اخوي. عاد كيف ندبر امرك؟ اسعافات اوليه ما قال لك سيفتي هو فيها شو؟ هو سيفتي يعني اذا تعورت عاد بعدين ندبر لك. يقطك بالوانيت بس اذا قطت الونيت هذا اللي بيسوق. اوريك انا طلع بقلب. خلاص والله مني والله ابو خليل مبروك انت معانا عبد الله. ايه ان شاء الله خواجه ان شاء الله. والله من جد وانت تحزن على كيفك انت على كيفك تمشي. رد عليه رد عليه رد عليه. هذول ما يبغون خلاص بكره الساعه 1 ولا 1:30 والله راح صدقني. لا 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 تنتظر لا تنتظر لا تنتظر انت وقتك متى تروح؟ ضربنا في الطريق لين فينغستون قاعد نضرب كنت بضرب انت دقيقه انت ايش تعطي رقمي؟ ما اعطيته هو عنده رقم ما عنده رقمي انت كيف سددت؟ انا من عرفتك مفلس ما عندك مسدد. لا لا ذكي انا ذكي خشيت على جروب الواتساب لقيت واحد انت مدخلك عندنا اتصلت عليه. لا كيف جاب رقمي جروب الواتساب؟ شو مدخل جروب الواتساب معانا؟ ايوه يعني رويس انا جود ممبر. والله كم دقيقه ايش قال لك علي وعبد الله يروح عندي مع صح جا معك مين علي وعبد الله تقارني بعلي وعبد الله ما في اي مقارنه صح والله صح والله من جد فهمت الساعه كم. انا والله هذا شيء ودي اتعلم كمان الابحار. ها الابحار تعرف بحت ابحر سلفر 15 رجلا ماتوا من اجل صندوق سوق سوي قبطان اللي يسد عينه هذول كذا. انا لقيت حلم رجل ديسكرايب خليه يقول حلم حياتي بيعلمني على الخيوط. خلاص بكره الساعه 12 حلم حياتي رجل لي والله اشغال رجل حلم حياتي فارس احلامي فارس لا لا ما تيجي فارس فارس هذا زوجي. خلاص الساعه كم 1 بكره ورا 12:30 وحين نوصل يعني متى اصحى 12:30 مو متى نصحى ما لك شغل فيك متى نصحى انا هيك في وقت تجيبه. والله نصيحه رجل متى نصحى بعد ايش لك شغل خلاص قل لي كم الساعه تركب سياره متى توقف عند باب البيت حقي؟ انت وين بيت؟ يبعد 10 دقائق عن بيته. عبد الله اسمع تقول له اجي يم بيتك مثلا واحده 1:05 محرك من بيتكم كذا مضبوط. خلاص واحده تجيني واحده بس نوصل من هون شو واحده يجيني خلاص 12:30 12:35 انت 35 انت محرك لا تنتظر زياده كمل قطبك مسكين يتاخر فوتها بكره مسكين. عبد الله بتروح عليك عبد الله مسكين تتاخر ولا توصل وحده والله ما توصل 5 شوف كم الساعه اليوم عادنا؟ لا واحده انا وعدني 3:00 60 متى طلع من البيت؟ اذا ما بركبكم 5 خلاص كل شيء على جنب هنا الشراب جاي الاكل الحين الحمد لله رب العالمين خلصنا من المطعم دارك فيانش بنتي الشباب بنتجين بسرعة المول باقي ثلث ساعة ويسكر ليش لأن عبد الله الحارثي ماسك عنده يبي سينامون شو اسمه سينامون سينامون ذا سمك سينامون
سينابون ما معرفت هذا الكعك الكيك ذا ما أحب أنا طعمه بس سينابون ما أدري اسمه موجود في السعودية ذكره المهم إنه ما موجود عندنا في المنطقة ما في إلا هنا المحل اللي يبيعه فاحنا جايين للمطعم عبد الله يقول أنا جاي الأصل للمطعم جاي لحق السينابون فاهم خلاص رايحين المول توسع يسكر ما يحتاج نروح لو أتوقع أنتم مليتوا أصلا من بيلينجز والمول والمطعم الهندي بس نسوي والله نروح هنا الجبل فوق نصعد أوريكم المكان اللي وريتكم إياه أصلا من قبل بس إنه ثاني مرة ما يكون يعني أحلى بسرعة قبل ما يظلم عندي قد صور ليش؟ ظلم خلاص ليش أنت مستصغر قدرات كاميرتي؟ ليش؟ إيش فيني أنا قلت ما أعرف أتكلم عربي ما أعرف أتكلم ضاعت علي كل اللغات أصلا ها إيش رأيك المناظر هنا؟ أي منظر مش مك من شنو؟ خشمي يلا خوي انزل وصلنا شوف المكان يلا خلاص من هنا ننهي الفلوق شو رايك من هنا ما الشباب وين راح خلاص تخيل ان الشباب موجودين ففي نهايه الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع ومع السلامه.